بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض، وعاوز منك تركيز شوية، اتنين تلاتة أربعة. الموضوع معتمد على اللوجيك بشكل كامل، الموضوع زي ما قلت لك معتمد على اللوجيك، فتعالى نركز كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا محتاجين ايه أصلا كده؟ أنا محتاج لما أدوس على إيديت أدوس على الزرار ده، آخد القيمة اللي موجودة هنا دي وأجيبها أحطها هنا في الإنبوت، والبوتون ده يتغير. طيب هل احنا ممكن ناخد القيم او حتى ممكن نرندر كومبوننت تانية؟ احنا عندنا اكتر من ابروتش، احنا ممكن نجيب القيم ونحطها بس هنا ونغير البوتون ده فقط لا غير. وخلي بالك وركز ان انا عندي هنا الكومبوننت الاساسيه هي الاب جي اس، وبعد كده دي كومبوننت، عاوز لما ادوس على الكومبوننت الداخليه اغير حاجه في كومبوننت تانية، انت متخيل؟ فالموضوع مهم قوي ومحتاجين نركز فيه. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ ركز معايا كده، انا هفترض دلوقتي الحل الاول. ايه رايك لما اعمل ايديت اشيل الكومبوننت دي واستبدلها بكومبوننت تانيه خاصه بالابديت بس هي هي وفيها الكي اللي احنا اخدناه ده؟ يبقى الحل اللي احنا عاوزين نعمله ان انا لما ادوس ايديت اشيل الكومبوننت اللي موجوده واعمل ريندر لكومبوننت مكانها زيها بالظبط بس بتاعت الابديت. معنى كده ان انا هعمل كومبوننت تانيه اسمها ابديت. تمام كده؟ تعالى نعمل الكومبوننت دي، ادي اد يوزر، عاوز اعمل كومبوننت تانية اسمها ابديت يوزر. طب بتعمل كده ليه؟ طبعا دوت جي اس. بتعمل كده ليه؟ فكره السيبريشن وانك تخلي كل حاجه لوحدها يكون افضل بكتير جدا ليك واسهل بعد كده في المينتننس لو الموضوع كبر معاك، او لما الموضوع يكبر معاك، او لما الموضوع يتعقد معاك يبقى احسن بكتير. طب ليه ما عملتهاش في الاد يوزر؟ على فكره ممكن اعملها في الاد يوزر عشان اخلي الكومبوننت بتاعت سيمبل ما فيهاش شغل كتير، الموضوع بسيط وسهل ومفيش اي حاجه. فانا هاخد دي زي ما هي كده، اعمل لها ريندر هنا في الابديت يوزر اهي، اوكي، والقيم دي هي هي برضو نفس القيم عندي بس ههندلها شويه، هعدلها شويه، والهاندل سبمت وكل حاجه بس لوحدهم بقى. فانا هاجي هنا اقول له اتفضل خد الكلام ده كله كده وهنستخدمه هنا. هو انا كبيرت الكومبوننت. هتقول لي انت كده بتعمل دراي؟ لا انا هنا مش بعمل دراي، انا عاوز اطبق مبدا الكونديشنال ريندرنج بتاعي في الرياكت، وعاوز اعزل وافصل الكود بتاعي بشكل كويس. بعد كده لو حبيت ان انا اعملها فانكشن واحده اعملها فانكشن واحده وليها الطرق بتاعتها. بعد كده ممكن نستخدم ستيت مانجمنت اصلا بيدير لنا العمليه دي كلها في الاساس اصلا. بس نركز مع بعض، ادي ستور يوزر دي، انا هشيل ستور يوزر حاليا مش عاوزها لان انا ما بعتهاش ومش بستخدمها. وعندي هنا في حاجه اسمها يوزر بارس انتو مش عارف ايه وكلام زي كده، كل الكلام ده اوقفه ما اعملش اي حاجه فيه. الهاندل سبمت هتبقى بالشكل ده، يوز ستيت طبعا اقول له يوز ستيت عشان اعمل لها امبورت بالنسبه لي كان فيها. طب انت عاوز تعمل ايه؟ كل اللي انا عاوز اعمله هاجي هنا اقول له ابديت يوزر، والبي تي ان بدل سكسس هقول له انف. انت عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز لما ادوس على الايديت ده استبدل الكومبوننت اللي موجوده بالكومبوننت الثانيه بتاعت الابديت بس. طب امتى الكلام ده هيحصل؟ كده انا عندي شرط او عندي حاله، الحاله دي بتتغير لما ادوس على البوتون ده، ولما تتغير برندر الكومبوننت الثانيه. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ والله قال لك الموضوع ابسط ما يكون، انت ممكن تيجي هنا في الاب دوت جي اس تعمل كده ستيت بسيطه، هتقول لي كونست اسمها ستيت وست ستيت بالشكل ده، مش الستيت الثانيه بتاعتنا يعني، بيساوي يوز ستيت والحاله الاساسيه بتاعتها فولس. فولس يعني قيمه الديفولت بتاعتها هتكون فولس بس كده. طب عاوز تعمل ايه بيها بقى؟ عاوز اعمل الاتي، وركز هنا في اللي جاي. عاوز ارندر هنا في الاد يوزر، عاوز اعمل كونديشنال ريندرنج، هعمل هنا شرط. الشرط بيقول لو الستيت فولس اطبع لي الاد يوزر دي كده، ولو ترو هات لي الابديت يوزر مش الاد يوزر بالشكل ده برضه. تعالى نرجع كده نقول له ايه؟ ابديت يوزر. طبعا انت دي الترنري اوبريتور اللي انت عارفه يعني، دي مش حاجه جديده، بس حطيناها جوه الاكسبريشن او جوه القوسين الخاصين بالجي اس اكس عشان يرن الاكسبريشن بتاعنا. حلو كده؟ طيب الستيت بقى بتاعت الابديت اللي هتخلي الابديت يظهر امتى؟ لما الستيت دي تبقى ترو. طب الستيت دي هتبقى ترو امتى؟ ده دي الحال دي الليله كلها، الستيت دي هتبقى ترو في حاله واحده بس. ايه هي؟ تعالى كده بالراحه. لما اضغط على الزرار ده، طب الزرار ده موجود في انهي كومبوننت؟ موجود في الكومبوننت بتاعت اليوزر. فانا محتاج امرر من الاب ميثود وظيفتها بترن عند الايديت، لما تعمل ايديت بتخلي الستيت ترو. طيب اسمها ايه بقى الفانكشن دي؟
فانكشن اسمها كونست اهو ايديت يوزر، مالها بتساوي فانكشن تستقبل ايه ايفنت مثلا. وتعالى بس هنشوف القصه بتاعتي، نسيبك من الايفنت خلينا نعملها دلوقتي. هتيجي هنا تستقبل او خليها ما تستقبلش داتا دلوقتي، هقول له لوج اي حاجه. ايديت يوزر، ايديت يوزر دي هتروح فين او مين اللي هيستقبلها؟ هيستقبلها اليوزر، يعني زي الديليت بالظبط. اقول له ايديت يوزر بيساوي ايديت يوزر، واستقبلها هناك فين؟ اليوزر ده جنب الديليت يوزر هستقبل الايديت يوزر، ومرر له برضو الاي دي بنفس الشاكله بالظبط. ليه امرر له الاي دي؟ هقول لك دلوقتي امرر له الاي دي ليه. اون كليك، مش ديليت يوزر بقى، ايديت ايه يوزر بالشكل. ادي الايديت يوزر اهي، استقبلتها ومررت لها الاي دي، وهستقبل الاي دي من الاب نفسه. معلش جوه الاب اهو، هاجي هنا اقول له هات الاي دي بالشكل ده. حلو، حلو جدا. تعال نشوف بقى هنعمل ايه لو احنا عملنا كده. نشوف كنترول شيفت اي عشان نشوف بس الكونسول. لو انا قلت له ايديت، قال لي ايديت يوزر، وانا عملت كده ايديت يوز، لو انا عملت كده ايديت يوزر. سيبك من باتت شانل مسج، في مشكله هنا طلعت من ايديت طبعا مكتوب غلط، قشطه ايديت. يعني احنا مش عاوزين نطبع الايديت يوزر، احنا عاوزين نطبع الاي دي اللي جاي. طب لو طبعت الاي دي اللي جاي عملت كده طبع لي الاي دي، طب هل انا اقدر من خلال الاي دي ده اجيب العنصر ده من الستيت اللي موجوده في الاب؟ تقول لي اه تقدر تجيبها. تجيبها ازاي؟ اقول لك يا سيدي كونست او ليت اهو، ليت يوزر بيساوي يوزرز دوت فايند. انت طبعا عارف فايند دي حاجه جافا سكريبت بيور اساسا. اقول له ايتم لما رجع لي، ترجع لي الايتم لما الايتم دوت اي دي ايكوال ايكوال الاي دي اللي انت بعته. بس كده عاوز تقول لي ان هو كده هيجيب لي اليوزر نفسه؟ اه هيجيب لي اليوزر نفسه. طب الكود ده كود جافا سكريبت، لو مش فاهمه لا ارجع ذاكر الفايند نفسها. تمام، طيب تعالى كده اقول له لوج المين لليوزر بالشكل ده. اعمل له ريلود، اقول له هنا المفروض يرجع لي علي محمد فعلا، وهنا رجع لي ابراهيم، وهنا رجع لي مش عارف ايه، وهنا وات ايفر. وانا عاوز بقى لما اديت اغير اد يوزر دي، اغير الكومبوننت دي اصلا لمين؟ للابديت يوزر. طب ازاي؟ يقول لو جينا هنا قلنا له ست ستيت ترو بالشكل ده، ايه رايك؟ تعالى كده نعملها ونشوف ايه اللي هيحصل لو انا قلت له اديت كده اتغيرت اهي. طب ايه رايك ان انا عاوز اخلي القيمه اللي موجوده بقى في الست ستيت هنا تبقى القيمه بتاعتي اللي هي اللي انت ضغطت عليها دي، علي محمد ابراهيم علي وهكذا، ولا نهى، ولا وات ايفر اللي انت عاوز تعمله. ممتاز. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده يتعمل ببساطه شديده. انا المفروض لما سيت ستيت، ايه رايك ان انا امرر هنا في الابديت يوزر داتا معينه؟ همرر يوزر يا سيدي. طب اليوزر ده قيمته ايه؟ قيمته يوزر. جايه منين يوزر دي؟ لسه مش موجوده اصلا، انا ما عملتهاش خالص. طب هتعمل ايه؟ ايه رايك لو احنا حطيناها از ستيت كونست يوزر وست يوزر بيساوي يوز ستيت، وقلت له والله ده قيمته الاساسيه فاضيه كده اوبجكت فاضي مفيش اي حاجه. طب وبعدين لما تعمل ابديت، لما تعمل ابديت هنا هتقول لي ست يوزر بيساوي مين؟ اليوزر اللي انت بعته، اليوزر اللي انت جبته دلوقتي. حلو جدا. سيبك من الكونسول دي وهاتها عشان هنحتاجها. الكلام ده هيروح فين؟ ركز، الكلام ده هيروح في ابديت يوزر. فتعالى هنا في ابديت يوزر المفروض بنستقبل من ضمن البروبس بتاعته، بنستقبل مين؟ يوزر اهو. ايه رايك لو انا جيت هنا قلت له لوج، هي كونسول دوت لوج يوزر، انا كده حاططها في الكومبوننت، كل ما يتعمل لها ريندر كل ما هيشغل الكونسول دوت لوج بتاعتك دي. فتعالى كده بالراحه نرجع واسي اعمل كده واقول له هنا ايديت، بص تحت علي علي، اعمل كده علي ابراهيم علي ابراهيم علي. فواضح ان انا لسه حاطط الاب هنا ولا اللوج هنا، المفروض يقراها خلاص. تعالى كده نعمل ريلود ويقراها من مكان تاني، يعني ادي اهو علي ايديت ايديت، بيقراها من مكانين، في مكان تاني انا حاطط فيه اللوج بس انا مش فاكر انا حاطط فيه اللوج فين بالظبط. ادي سيت يوزر يوزر، وادي كده اللوج، وادي له سيت ستيت، وادي نيو يوزر، وادي اليوزر بتاعي، وادي الابديت يوزر. مش عارف انا حاططها فين بالظبط، لكن في مكان تاني بيعملها
يخليها تطبع مرتين. اوكي ادي الايديت اهي زي ما قلت لك. فانا كده جبت مين؟ جبت الاسم. اقدر الاسم ده اخليه في الستيت بتاعت الابديت يوزر بقى، الستيت نفسها. هتقول لي ازاي؟ اقول لك يا سيدي انت عندك نيم وست نيم في الابديت يوزر برضه، ايه رايك هنا بدل ما هتقول له هنا الفاليو في الاول، الفاليو هتبقى النيم زي ما هو، ايه رايك ان احنا في الاول خالص نخلي الفاليو تبقى في الاول؟ لا هي لازم هنا تبقى نيم عشان تبع الستيت برضه ما يحصلش فيها اي مشكله. انا محتاج ان انا في الاول خالص اخلي النيم ده بيساوي اليوزر دوت نيم. يعني انا لو جيت هنا قلت له لوج يوزر دوت نيم بس على كده، قلت كده اقول له ايديت، هيقول لي علي محمد ايديت. ممكن كده من الاكستنشن الموجوده بتاعت الرياكت يعني بتنظرها مرتين. المهم يعني نهى احمد وهكذا زي ما انت شايف كده. طيب انا اقدر اخد دي احط القيمه دي في الستيت نفسها، الستيت بتاعت النيم، هقول له سيت نيم كذا. تقدر تاخد ده وتحطه. ايه الحاجه اللي بترن اول ما الكومبوننت تشتغل على طول؟ عندي حاجه اسمها يوز افكت بالشكل ده. اقدر استخدم اليوز افكت هنا واقول له يا فندم اول ما ترن هتقول لي سيت نيم بيساوي النيم اللي جاي. تعال نشوف ايه اللي هيحصل معانا بالشكل ده ونشوف ايه مشاكل حاجه زي دي. هقول له ايديت، ايديت اهو، ايديت ادي الابديت يوزر عمل كده، ادي ايديت. احنا قلنا له هنا سيت نيم هيساوي يوزر دوت نيم بالشكل ده، مش نيم. اقول له ايديت، علي علي محمد اهو، اقول له ايديت، هيقول لي مين؟ ابراهيم علي. ممتاز جدا جدا. بس لو جيت هنا كتبت بعد ابراهيم علي اي حاجه هيكتب معايا وهيبقى زي الفل احمد مثلا بالشكل ده، كتبت اهو زي الفل. تمام. انا عاوز اعمل بقى ابديت بقى، عاوز افعل دلوقتي زر الابديت. انا اخترت ده، عاوز اقول له ابديت يوزر، هدوس هنا على الابديت فيغير لي، ياخد القيمه اللي موجوده هنا الجديده دي ويعمل لها ابديت بقى، ابديت احمد او نهى احمد ابديت بالشكل ده. هدوس على الابديت يروح ايه ياخد القيمه دي ويغير لي فعلا نهى احمد، يخليها نهى احمد ابديت. وده اللي ان شاء الله هنشوفه في الفيديو اللي جاي. انا قلت لك ركز معايا، فعلا موضوع الايديت والابديت محتاج تركيز بشكل كبير جدا جدا، وله اكتر من طريقه عشان تشتغل عليه، له اكتر من طريقه فعليا. واحنا حاليا عشان احنا بنشتغل من غير ان احنا نستخدم، من غير استخدام يعني ستيت مانجمنت، فهتلاقي الموضوع محكوم قوي. لكنه وبرضه عشان انا عامل فصل او عزل في الكومبوننتس نفسها، فممكن تلاقي الدنيا رخم، بينما انت كنت ممكن تعمل الاب فيها كل الكلام ده اصلا، الاب نفسها ممكن تعمل فيها كل الكلام ده، الستور والابديت والديليت، وتعمل بس كونديشنال ريندرنج وخلاص وخلصنا القصه وانتهت وانتهى الموضوع. واليوزر دي ما تبقاش يوزر كده، ده تبقى اصلا كود اتش تي ام ال اللي هو بتاع اليوزر نفسها، تاخده هنا تحطه وتمرره، هيبقى الموضوع اسهل بالنسبه لك، لكنه مش هيفيدك في حاجه، وكانك بتعمل حاجه بسيطه قوي برياكت، مش ما تعبتش فيها وما خليتش الموضوع يعني كومبليكيتد سيكه عشان تقدر تتعلم بشكل افضل. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، واللي هنتكلم فيه ازاي نعمل بقى ابديت، ناخد القيمه دي ونعمل بيها ابديت. على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.